وينضم إلينا من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد باسم، ويعني أسألك ذات السؤال الذي طرحته على الأستاذ أشرف أبو الهول في ضيف هذه التغطية من القاهرة، وهو لماذا يصر نتنياهو على تكرار سيناريو غزة في لبنان على الرغم من أنه لم يحقق أهدافه التي أعلنها في 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 غزة، فلماذا إذن تكرار السيناريو في لبنان؟ صباح الخير، تحياتي لك دكتور خالد ولضيوفك. عمليا أنا ما تقوم به إسرائيل أو نتنياهو تحديدا في لبنان وما قامت به غزة هو أعمال عسكرية عنيفة تستهدف تغيير خارطة الطريق والخارطة الجيوسياسية والجغرافية في كل من غزة ولبنان، وبالتالي يعني المبادرة إلى بداية تغيير النظام العالمي يعني في عندما قال نتنياهو أنه سيعمل على شرق أوسط جديد، هذا ما كان يقصد به في 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 هذه الحرب. ومن المهام الملقاة على عاتق إسرائيل أو نتنياهو تحديدا هو إطلاق حرب واسعة من الغزو في لبنان امتدادا إلى إيران يعني تمهيدا لإطلاق حرب ربما تسمى عالمية في الشرق الأوسط، يكون ميدانها الأساسي هو المنطقة الشرق الأوسط. لهذا الهدف اتخذت قرارا بضرب إيران قبل الانتخابات الأمريكية، حيث يعني تعتبر نفسها غير مقيدة بالانتخابات، وترى أن الأمريكيين الآن يعتمدون على إسرائيل أكثر من اعتماد الإسرائيليين على ما يجري في الولايات المتحدة، لأنه الموقف الأمريكي الآن هو يعني حقيقة الأمر هو لا يوجد موقف مهم ضد انتهاكات إسرائيل في غزة ولبنان، ولكن الموقف يتراوح عادة بين الدعم العسكري الكامل لإسرائيل وبين المبادرات الدبلوماسية التي ثبت فشلها من قبل الإدارة الأمريكية، وهذه يعني اتجاه الأطراف التي تشن على إسرائيل كما تقول الحروب وهي في لبنان وفي غزة بهدف التخلص من القوى العسكرية التي تشكل التهديد القوي على إسرائيل، حتى تكون هناك مجال لإسرائيل أن يعني عمليا أن تتنفس الصعداء وتفعل ما تريده. وهل هذا تحقق لها؟ يعني الأستاذ أشرف أبو الهول يرى أنه هذا تحقق بالفعل، تقويض قدرات حماس بشكل كبير بحيث لا تكون حماس قادرة في المستقبل على تشكيل تهديد ما للكيان الإسرائيلي، هل هذا تحقق؟ تتفق أستاذ باسم؟ أعتقد أنه ما قامت به من حرب عنيفة على قطاع غزة وتدمير البنية التحتية وقتل كل من تجده في طريقها وحرق حتى حرق اللاجئين أو النازحين في الخيم البلاستيكية هو جزء من الخطة الذي كان يقوم بها نتنياهو، وبالتالي ربما قد تحقق جزء كبير من الأهداف الإسرائيلية باستثناء طبعا الحصول على الرهائن الذين يقتلون يوما بعد يوم. حاليا هناك نتنياهو يزيد من ضغطه بشكل عنيف على الأهالي في شمال قطاع غزة، وهناك حوالي 400 ألف مواطن يعيشون تحت ظروف صعبة جدا، لا يجدون المأكل والمأوى والمشرب، وبالتالي هو يريد أن يعني إزاحتهم من شمال غزة إلى جنوبه حتى يتسنه تطبيق خطة الجنرالات أو خطة آيلاند التي منسوبة إلى جيورا آيلاند، لأنه يريد تقسيم قطاع غزة ما يسمح له التخلص من رجال حماس ويعني تحطيم بنيته العسكرية بشكل كامل.